مش محتاجة ان اطلب منك علشان يجيب لي وصفات من جوه الباري. الاسعار نار، لحمة وخضار، وازاي انا اوفر في الاكل اللي عجباني. اطبخ يا هارب، كلف يا سيدي، اكلك تصدر اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. اكله لذيذه وسهله ومشهيه وموفره ومغذيه جدا جدا جدا. بقالنا قد ايه ما استعملناش حمص الطبيخ؟ في ناس ما يعرفوهوش. استعمالاتنا ليه قليله جدا. حمص الطبيخ من عند العطار عادي جدا. حمص الطبيخ اهو، في ناس متعرفوش. انا هعمل النهارده اكله بحمص الطبيخ. الاكله دي بنت خاله الكشري، لازم كده. بنت خاله الكشري الاسكندراني شويه يعني ماشي. ده عباره عن ايه بقى؟ حمص الطبيخ ده من الحاجات الصحية ومفيدة بدل اللحمة، يعني بدل اللحمة مش هاكل لحمة النهاردة، هاكل حمص. حلو جدا. فهناخد حمص بالرز او رز بالحمص. دي اكلة انا ممكن ما اعملش جنبها حاجة تانية، هي كده ممتازة زي الكشري بالظبط. انا جبت حمص الطبيخ وسلقته نص سلقة، عشان طبعا الحمص سواه مش زي الرز، يعني مش زي العدس هحطه عليه كده وخلاص، لا. الحمص حاجه تانية. حمص الطبيخ مش حمص الشام اللي بنشربه دوت، لا. ده بيبقى اهو بصوا شكله زي ما انتوا شايفينه كده اهو. انت روحي بس قولي انا عايز حمص طبيخ هيديهولك. متفصل اتنين ومتقشر وكل حاجه. ده ناخده وهتسلقيه نص سلقه. وقد كميه الحمص انا حاطه رز، انا ممكن يبقى اقل على فكره، ممكن اكتر الحمص عن الرز، بس انا عايزه الاكله دي تبقى متكاملة غذائيا، يعني انا ما عوزش فيها جنبها لحمة ولا جنبها اي حاجة تانية. عايزة سلطة خضراء ماشي، عايزة بطاطس محمرة ماشي، انما هي كوجبة هي وجبة متكاملة. دي عبارة عن ايه بقى؟ حمص طبيخ مسلوق نص سلقة، نص سلقة، ورز، بصل، طماطم مقطعة كده صغير حبة صغيرين، وسمنة، وفلفل حامي ده اختياري. نعمل ايه بقى؟ نقول بسم الله. تعالوا بقى هنا، تعالوا للولي اللولي. هناخد، مفيش معلقة خشب يا ولاد. السمنة، قد كمية الايه اللي انا مثلا هعمل، اربع كوبايات، معلقة كبيرة من السمنة. لا ما كفاية نص، هستعمل حاجة تانية لسه، لسه هحط لها في الطشه بتاعتها. اهي الحمد لله معلقه. وهاخد البصله هديها كده واسيب حبه صغيرين عشان انا هعمل طشه لوحدها. حمر البصله دي بقى اللي هتطعملي الرز والايه والعدس. العدس يعني ملوش طعم قوي والرز عادي، فايه اللي هيديني الطعم هنا؟ البصلايه دي. تمام، بسم الله بسم الله. يلا صباح الفل عليكم، صحصحوا لي بقى، صحصحوا لي. اكله اقتصاديه وموفره. وحته سمنه هنا مع شويه زيت. خلي البصله بس ايه تديني، مش هغمقها، ولكن بس تديني تصفر بس. وهروح حط لها حمص الطبيخ
على فكره الحمص ده انا ممكن اشيله في الفريزر، يعني هخلي شويه للكوسه. احنا كنا زمان الكوسه هي الحمص طبيخ، ايه كمان والسبانخ بنعمل حمص طبيخ، ودلوقتي بطلنا كل الكلام ده، مش فاهمه ليه، انا مش عارفه ليه بطلناه، مع ان هي حاجه حلوه قوي قوي يعني ومغذيه جدا، بديل اللحمه زي ما بقول لكم. قلبنا كده فيها شويه، اديها فلفل اسود وشويه ملح. وهروح منزله الرز، كفايه دول كده حلوين، مش هيلحق يستوي في الحلقه بس. قلبت البصله، البصله طبعا مش باينه عشان انا ما غمقتهاش، انا مش عايزه اغمق اللون. بصوا الجمال، قمر، لازم تجربوها ان شاء الله. وهروح حاطه الميه قد ايه، قد الرز، انتي بس العدس هو اللي بياخد سنه وقت في التسويه، عشان كده رحت عامله ايه، واخداها وسلقاها في الاول على الطاسه، وسلقاها في الاول عشان ايه ما تاخدش معايا وقت كبير. والله بقى انتي مش عايزه تسلقي في الاول، ممكن تعملي ان انا احط البصلايه وبعدين بس نقعي شويه العدس، الحمص، الحمص بياخد شويه سوى حبه، فممكن تنقعيه شويه وبعدين نسلقه، ما يعني براحتك طبعا. بس هي عامه انا سلقته على طول صراحه عشان ما كانش في وقت ان انا انقعه، بس الاحسن انقعه شويه وبعدين احط البصلايه زي ما عملت كده، حمرت دلوقتي واحط عليها العدس والميه واسيبها تاخد نص سوى، بعد كده ازود الرز لو انا مش عايزه اسلق ده لوحده، لا انا هعمل على طول. انا ممكن انا سلقته لوحده، انا ممكن هاخد شويه ليه، هعمل كوسه، هعمل سبانخ، تبقى موجوده معايا ايه شويه من العدس. تمام كده، نيجي بقى، انا كده هسيب ده يستوي. ايه بقى اللي هيخليني طعمها حلو؟ يعني رز بحمص حلو وجميل، بس انا محتاجه حاجه اكلها معاه. طب ما تيجي نعمل حاجه تخلي الاكله دي مش عايزه حاجه معاها، تبقى اكله متكامله. هنعمل بقى طشه للاكله كلها بايه بقى، بالطماطم والبصل والفلفل، دول كده. بعد ما يستوي الرز بالحمص هروح حط عليه الطشه دي ونقلبها، فتديكي بقى انا لا انا عايزه صلصه جنبها ولا عايزه سلطه ولا عايزه اي حاجه، انت دي بقى يعني تاكلتيها كده هي متكامله غذائيا وفيها الحمص بديل اللحمه، مش محتاجه حاجه جنبها. انت عايزه تعملي لحوم جنبها حاجه تانية، مشويات بقى، بانيه، براحتك، مش عايزه هي كده، دي اكله، دي اكله متكامله لوحدها. تمام، هناخد بقى هنا سخنها بس شويه، هاخد البصله بس ما سخنتش، البصله وفلفل حامي الاثنين، اختياري الفلفل الحامي بس عشان عايزاها تبقى حراقه شويه، مش عايزينها حراقه، حطي سنه فلفل رومي صغيره برضو مش كتير، يعني ما تكتريليش الفلفل خالص، يعني ممكن احط فلفل اصلا، يعني ممكن تبقى بصله والطماطم بس. عايزه حته فلفل رومي حطي، فلفل حامي احلى واحلى، يعني فلفل حامي عندهم بيخليها مش هتشطه من غير ما اعمل صلصه ولا اعمل اي حاجه، هي كده زي ما هي، بس مش عايزاها مشطشطه، الاولاد الصغيرين مش بيحبوا الشطه والكلام ده، يبقى هنعملها زي ما هي كده. تمام، انا ممكن انقل بقى على العين دي عشان ايه العين دي اوطى شويه من دي وتبقى براحتها. بسم الله بسم الله، يعني احنا عايزين نستعمل الحمص كتير، حمص الطبيخ ده احنا يا دوبك بناخد حمص الشام في الحمص بتاعنا العادي بقى التاني اللي سليم على بعضه ده، بنستعمل حاجات قليله جدا، فلا يعني حاجات كتير احنا ما بنستخدمش، البرغل، الفريك،
الحمص، الطبيخ، حاجات كتير جدا بنستعملها كل سنه مره يمكن، ممكن تعدي السنه ما نستعملهاش. ما تعمليش كده، لا، خلي الحاجات المهمه دي حاجات مغذيه جدا احنا بننساها، مع ان اهالينا زمان هم متربيين عليها. احنا بقى بنكسل، بنطنش، بتروح مننا كده شويه، فايه، لا، نركز عليها تاني. هاتي حمص طبيخ، هنستعمل منه الرز النهارده اللي بالحمص، واسلقيهم حتى كلهم مره واحده، وهنشيل منهم شويه الطبيخ بقى هنطبخ بيهم، او وصفات تانية كتير يعني. بص، البصله اهي حمرها بس شويه، بصله وفلفل، حمر بس حبه حبه. عايزه تحطي توم، ممكن تحطي فص او اتنين بالكتير، فص او اتنين، قطعيهم كده ترانشات او دقيهم وحطيها عليها، برده ريحتها بتبقى حلوه. بس انا هنا معتمده على البصلايه. بدات تحمر اهي، هطش عليها حبتين طماطم كده مقطعين مش عصير. مش ههريها، مش ههريها. غلوتين وخلاص. بس هركن بقى الطشه دي لغايه الرز ما يستوي. هو بصوا خلاص اتشرب، يعني كمان خمس دقايق اربع دقايق يكون استوى كله. انا مش هديه الطشه دي غير بعد ما يستوي. ليه؟ انا دلوقتي عملت ايه؟ حطيت الطماطم واديتها غلوتين ثلاثه بس، مش عايزاها تتهري خالص، ولا عايزاها احطها على الرز فتروح. انا زي بقول لك كده، عايزه الاكله دي تبقى كاني مش عايزه حاجه جنبها، ده عليها سلطتها وعليها بابا غنوجها وعليها كل الحاجات اللي فيها، تمام؟ فهنسيبها كده ايه زي ما هي بعد ما يستوي الرز تماما، والطشه اللي انا عاملاها دي غلت غلوتين، اروح مقلبهم كلهم مع بعض واقدم بقى. طيب، في حاجة، لو أنا الرز ده مش هيخلص النهاردة، لا، ده أنا شاكة إن هو ممكن يقعد لبكرة، ما تحطيش كل الطماطم، حطي الطماطم عشان دي هتسرع من إيه مدة صلاحية الرز تبقى أقل، ما دام فيها طماطم اللي هي مش مستوية قوي فتلاقيها حمضت منك بسهولة. فأنا أعمل إيه؟ هاخد الرز ده اخد منه شويه، لا، او انا بس وانا بغرف اروح واخده شويه من الطشه دي واقلبهم مع الرز، قلبيها مش على الوش بس، لا، قلبيها عشان تاخد الطعم بس كده. طيب، احنا ممكن نطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايه، على قد ورجعنا من الفاصل. بس الرز اهو فاضل له سنه سوى، يعني هو شرب ميته بس فاضل له سنه سوى، فهديله ايه؟ حط ميه صغيرين قوي يكمل عليهم السوى بتاعه، يعني حبه صغيرين بس كده يطلعوا له بخار ميه ويسووا. بس هو خلاص قرب، وهدي عليه النار. تمام، ايه تاني بقى؟ ما تيجي نعمل حاجة حلوة نلحق نحطها في الفرن واحنا في المطبخ كده بنعمل الغدا. ايه قبل ما نطلع من المطبخ؟ حاجة حلوة وسهلة وتاخدش معانا اي وقت، وهي الكب كيك. طب ايه برضو نغذي بايه؟ نغذي بايه؟ بالتمر. حاجة حلوة كده، ايه، رايحين المدرسة، رايحين الشغل، تاخدوها مع القهوة، تاخدوها مع الشاي، كب كيك بالتمر. التمر اللي هو في العلب اللي هو الطري، او بتشتريه بالكيلو بس الطري مش البلح، لا، التمر بتاع رمضان الطري ده، هو ده موجود في كل حته، يعني موجود طول السنه عادي. ده بقى عباره عن ايه؟ بصوا بقى، انا هجيب كوبايتين دقيق،
كوباية لربع سكر، نص كوباية من الزيت، التمر بقى ممكن من نص كوباية لكوباية، كوباية لربع، تمام؟ اتنين بيضة، معلقة خل، اتنين باكو فانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة الملح، وقرفة بزوده قرفة. بص زودي اللي انت عايزاه بقى، دخ حطي فيها، هنحط قهوة احنا فيها دلوقتي، حطي فيها ايه تاني، سمسم، حطي فيها سوداني، حطي فيها يعني اللي بتفضليه وبيحبوه الاولاد. انا هعملها قهوة وتمر عشان اخد واحدة كده كأني عملت ايه، فنجان قهوة بالتمر على طول، واحدة منها خلصت، تمام؟ وهقل السكر، يعني خلينا نص كوبايه سكر كفايه، يعني عندك تلات ارباع ماشي، بس انا هقل السكر شويه فيها عشان فيها تمر، فهي هتبقى ايه مسكره حبه، هي ممكن تبقى كمان توصل لكوبايه سكر، كوبايه الا ربع، زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن ده وممكن ده، فممكن تقل السكر زي ما انت عايزه، بس لا يقل عن نص كوبايه. ليه؟ لان السكر من المواد الرافعه برضو اللي في الكب كيك، تمام؟ طيب تعالوا هنا، هنجيب الاول كده كوبايتين الدقيق ونحط عليهم التمر عشان ينتشر، ماشي، ونايه ونقلبه كده فيها كلها، نفكهم من بعض، خلي كل فتفوطه لوحدها، تمام كده بقى، هتلاقيه بكل حتة مش متجمع في حتة واحدة. اي بقى اضافات اغسل ايدي بس، عايزين نضيفها للكب كيك، اي اضافات نروح حطيناها في الايه، في الدقيق، عايزين سمسم، عايزين سوداني، عايزين اي مكسرات، استغفر الله العظيم، يعني انتوا عايزين اللي عندكم حطوه، ماشي اللي انتوا عايزينه. طيب تعالوا هنا، القهوه اهي وصلت، قهوه سريعه الذوبان، مش قهوه تركي، مش القهوه اللي في الكنكه، لا القهوه اللي بنحطها في الكوبايه وندوبها، عشان كل يعني ايه قهوه سريعه الذوبان، يعني هي دي القهوه دي، مش القهوه التركي، مش اللي في الكنكه، قهوه احطها في الكوبايه احط عليها ميه سخنه واقلبها، هي دي طبعا معروفه جدا، تمام كده. فانا عندي هنا الايه، كوبايه اللبن، ممكن ننزل مقادير تاني كده يا جماعه، وحاسه ان في حيره في الموضوع. هنحط السكر زي ما انتوا عايزين، من نص كوبايه، كوبايه الا ربع كوبايه، تمام، ده التحليه دي التلات حاجات دول ممكن ينفعوا، ونص كوبايه من الزيت، حلو، ومعلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، مش ما تكتريش قوي عن المعلقه عشان ما يمررش، ومعلقه خل، ومعلقه قرفه صغيره، القرفه اختياري، ما تحبش القرفه مش مهم، واتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفانيليا، وكوباية من اللبن، ماشي، وبيكنج صودا، ونقلبهم كلهم مع بعض. تاني نقول تاني، انا هنا حطيت ايه، حطيت كوبايتين من الدقيق عليهم كوباية من التمر او اكتر او اقل، متقطع قطع صغيرة، ماشي، متشال منه البذر، متقطع قطع صغيرة، رشة ملح عليها اهو، وادي معلقة كبيرة بيكنج باودر، تمام، حي سهلة كده. يبقى عندي في الطبق هنا في ايه يا محبين القهوة، يجمعوا
ده يجمعوا وهينبسطوا كمان. كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، عليهم حوالي كوباية من التمر متقطعة صغير، عليهم رشة ملح اللي هي حوالي ربع معلقة من الملح، وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. دول هنا. طيب تعالوا نرجع للخلاط. الخلاط فيه ايه؟ فيه انا حاطه كوباية لربع سكر او نص كوباية او كوباية، عشان بس انا في تمر فمش عايزة ممكن ايه، انا بحبها، انا شخصيا بحبها نص كوباية، بحبها عدبة. تمام؟ عليها نص كوباية من الزيت، نص كوباية من الزيت، كوباية من اللبن، كوباية من اللبن، اتنين بيضة، اتنين بيضة، اتنين باكو فانيليا، معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، معلقة صغيرة من القرفة. حلو؟ بس كده ضربناهم كلهم مع بعض. وفي بص شطر الغاوي افتكرت، نص معلقة صغيرة كربوناتو اللي هو بيكنج صودا، نص معلقة صغيرة كربوناتو اللي هي البيكنج صودا. ننزل ده كله بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة القهوة ايه؟ 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 عايزة ايه؟ ريحتها جميلة يعني. نقلب بقى كله مع بعضه حلو قوي. ماشي. واحنا بقى بنحط في قوالب الكب كيك، ممكن تحطي معاها زبيب، ممكن تحطي معاها جوز هند، حطي معاها سمسم، حطي معاها سوداني، اي حاجه. ماشي. الزبيب برضو معاها تحفه، بس انا خليتها تمر بس. قال يعني بقى ايه، فنجان قهوه بالتمر. تمام. واحنا بنحط كده نتاكد ان فيها ايه، قطع كده من الايه، من ال من التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. نوزع ده ايه، ده كب كيك القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هننضف ده كله ورانا، مش عايز احط في كيس صراحة. وايه بسم الله بسم الله، هي تعمل ما شاء الله اكتر من ال، يا اما هنملاها بقى حلو وخلاص. وهي ايه، مش حلوه قوي طبعا، لازم تكون مش واصله للاخر يعني تلات ارباع الايه الورقه. ماشي. دول هياخدوا لهم ستة كمان. وهحطهم بقى، يكون الفرن شغال دلوقتي على 180 درجة. ماشي؟ 180 درجة على الرف الوسطاني. نضف بس مكان الحاجات دي. انت سخن ولا مش سخن؟ سخن. سخن.
عشان ما يحروقش ده. تمام يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ميزة بقى الكب كيك ان هو سريع، يعني ده ان شاء الله ربع ساعة يكون مظبوط بإذن الله. تعالوا نشوف بقى هنا الأخبار ايه. اهو ما شاء الله استوى اهو. تعالوا بقى ايه، حاضر ثانية واحمد ناخد كده. بصوا استوى الرز اهو. انا هستخدم الحلة كلها النهاردة، دي هتخلص فهروح حط عليها ايه الطشة بقى دي كده اهي كلها هنا اللي انا عملتها له، وهحكي لكم انا عملتها ازاي ونقليها بقى معاها كلها كده حله تاكل منها من كل ده، عشان كل الرز يبقى بالطعم ده. بس انا لو مش هعمله زي ما قلت لكم شويه شويه اهو. خلاص اطلع بقى فاصل وهقول لكم عملته ازاي بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد، على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل غرفنا خلاص الرز اللي بالحمص. قالوا لي نقدم معاه بطاطس محمره حلوه. حلوه خلاص قدمنا معاه بطاطس محمره كده جنبيها وخلاص. بصوا كانكم حاطين سلطه على رز على كله، طعمه يا جماعه تحفه بجد، حلو قوي. محبين الكشري هيحبوه، حابين الكشري كمان العدس الاصفر هيحبوه. هو ده مش عدس، ده حمص، فعشان كده بقول لكم القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. طيب هنعمل وصفه ثانيه دلوقتي، برجر بقى. برجر هزود له بلحمه، بلحمه هزود له قيمه غذائيه اعلى وهي البنجر. والله مش هغلى عليكم حاجه ابدا ولا اي حاجه. استهلاك البنجر عندنا برضو مش كتير، شوية مخلل بكتير وبحطه في السلطة، انما احنا بنشتغله بقى بحاجات تانية خالص ما كناش نعرفها قبل كده. طيب هنحطه في البنجر في اللحمة ازاي؟ انا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، هحط عليه بنجرية كبيرة حلوة كده مسلوقة ومبشورة، ماشي. بصلاية كبيرة مسلوقة، مش مسلوقة، مبشورة. بصلاية كبيرة مبشورة، ماشي. عندي على النص كيلو لحمة نص كوباية من الدقيق، نص كوباية من الدقيق، ونص كوباية من البقسماط، ومعلقة من البيكنج باودر، وتوم بودرة، وبصل، لا يعني مش مهم، في مفيش مفيش، ملح وفلفل قرفة وجنزبيل ده الأساس، ومعلقة كاتشب كبيرة أو معلقتين، تمام. بس يعني أقول لك حطي في توم بودرة وبصل بودرة، يعني حطي حطي هيلاقيها برضو ايه، هجيبها لك اهو. توم بودره وبصل بودره اهو، ماشي. يعني انا عايزه اوصلك لطعم حاجات السوق، يعني حاجات اللي احنا بنشتريها من بره من السوبر ماركت، عايزه اوصلك ليها. احنا ممكن ما نحطش توم بودره وبصل بودره وخلاص، انا حاطه كده كده بصل، مع ان البرجر اصلا مش بحط له بصل، بس انا حاطه له بصل زياده قيمه غذائيه، ابقى الاولاد بي او احنا كلنا بناكل البرجرايه قيمه غذائيه عاليه، فيها البنجر فيها البصل فيها شويه بهارات حلوين كده، البهارات كلها برده قيمه غذائيه، قرفه جنزبيل توم بودره بصل بودره كله دوت برده زياده قيمه غذائيه، تمام. هناخد بقى هنا بسم الله بسم الله كب كيك شغال. هناخد اللحمه انا ممكن اعمل شويه وهشيلهم في الفريزر شغالين زي ما هم كده، ماشي. كفايه دول واخدهم دول على سليم، يعني هخلي ههرس حبه. بص النقطه دي إيه، يعني انت فرمتي اللحمه مفروم عادي، انا هنا هعيد فرمها، انا هنا واخده وشين من عند الجزار او انا شاريها كده واخده وشين، وهنا انا هفرم قوي وبعدين اعجن الاثنين ببعض يدوي، فهتلاقي البرجرايه كان فيها قطع لحمه. اتفرجوا اتفرجوا كلنا نتفرج. هناخد بصوا قد ايه البنجرايه، بنجرايه كبيره
او بنجرتين، كمية محترمة من البنجر، وبصلاية كبيرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص كوباية من الدقيق، ونص كوباية من البقسماط الناعم، وهنحط على نص كيلو نقول معلقتين ملح صغيرين عشان هنا بيكتروا قوي، يعني ده كله هيكتر، نحط له حاجات كتير قوي، ومعلقة فلفل اسود صغيرة. اوكي، قرفة وجنزبيل، معلقة جنزبيل كبيرة، قرفة صغيرة، معلقة قرفة صغيرة، الكاتشب هنا حاطة معلقتين كبار، الثوم والبصل البودرة الاختياري اللي انا حطاهم، نلزق في بعض بس شويه ده لما يطول عندنا. ماشي، بيجيهم رطوبه على طول دول، عشان كده دايما جيبي بصل بودره، توب بودره، كميه قليله، وحاولي تحفظيه في الثلاجه اكتر عشان الرطوبه. ونعجن بقى. ننعم ننعم ده كويس. بولا بولا بولا، ماشي مش مهم، نعجن في ده. لسه شغال. هنا بقى هناخد ايه؟ الكيس اللي هنشكل فيه. ماشي؟ ونشوف، هشوف دلوقتي في الفاصل حاجة نحطها فيها، طبق فل بقى، علبة بلاستيك، علبة مطبخ، أي حاجة. بس هنعمل كمية تكفينا فترة. طبعا حسب استخدامك، نفع للمدرسه وديتيهم المدرسه هتطلعيها تحمريها على طول فانت جاهزه، لا نفع لحاجه تانية. بصوا انا عايزه اشكل لكم حاجه سهله. طبعا في مكبس البرجر ده سهل وموجود ومش غالي خالص، ده ممكن تستعمليه كده. البرجر تمام، هناخد كده ماشي، بقى يشتكوا بقى، لا يشتكوا من انيميا ولا يشتكوا من مش عارفه نقص ايه، دم مش عارفه ايه، لا الحاجات دي بقى هي حلوه جدا. البنجر ده استخدموه كتير، شربوه لهم كتير. انا حطيت اللحمه اهي سليمه من غير ما اطحنها في وسط الايه؟ في وسط اللي انا طحنته. ممكن تعملي نص اللحمه كده ونص اللحمه كده، نصها تهرسيها مع البنجر وال وكل اللي انا حطيته ده كله والبصل وكل الكلام ده، والنص التاني حطيه كده زي ما هو، هتلاقيه واضح جدا في وسط الايه. بصوا شايفين شكله باين حتى ازاي، بس يعني واحده نص
طحنة والتانية طحنة كاملة كده. هناخد بقى جونتيات دي. ايه يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد. الاحسن طبعا تحطيها في التلاجة شوية، الاحسن تحطيها في التلاجة شوية. هناخد بقى كده نبدأ بقى ايه نشكل. ده البرجر اللي بالايه اللي بالبنجر. حطيها في التلاجة شوية وبعدين تعالي شكلي، هتبقى معاكي احلى والمكونات بتخش جوه بعضها فبتبقى كمان الطعم احلى. ماشي. خليها تقيلة كده عشان نعرف ايه نشيلها اهو. هنسوي في الطاسة، هنسوي في الفرن كده ينفع وكده ينفع. هشيلها في الفريزر واحط ايه، الطعم مش هيتغير يعني. ما تقولش ده فيها بنجر الطعم هيبقى مش عارفه ايه، لا خالص. حابه تقلي البنجر شويه قليها شويه، خليها بنجريه صغيره واحده واحده زودي. بس انا عايزه الحاجه اللي بيحبوها احط لهم فيها حاجه مغذيه. تمام. انا عملتها ازاي؟ لحمه مفرومه وبنجرايه مسلوقه ومبشوره وبصلايه مبشوره. تمام. البهارات بقى كلها العاديه جدا بتاعه البرجر، مفيهاش الوان ولا فيها اي حاجه، ده بنجر بس. وبعدين انا خدت نص اللحمه او ثلاث ارباعها وطحنتهم مع كل الحاجات دي. تمام. والباقي حطيت اللحمه معاها يدوي من غير ما احطها في المطحنه، فهتديكي بقى ايه شكل اللحمه مش مهروسه كلها كده البرجريه، لا برضو شكلها حلو. يا عمها تلزق دلوقتي عشان انا ايه ما حطهاش في الثلاجه. تسيبيها بس سنه كده، تعالوا نسوي شويه على ما هي ايه ترتاح حبه، وبعدين نشكل الباقي ونشيله في الفريزر. هنيجي بقى هنا نحط شويه زيت مولعين عليها. طب حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقى عايزين النار مش عاليه عشان دي ايه، هاخدها بره كده عشان النار ايه تهدى شويه عشان تستوي من جوه. دي كلها لحمه، مش كلها مش حاجه تانية يعني، كلها اغلبيه فيها لحمه. ده انا حاطه يا دوب بنجرايه وحاطه بصلايه وشويه دقيق وشويه بتاع، قليلين جدا يعني، مش حاجه كتير ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. فعايزاها تستوي من جوه، فعشان تستوي لازم النار تكون ايه؟ تكون هادية. طب لو دخلتها الفرن حط لها شوية زيت تحتيها وشوية زيت فوقيها بالفرشة كده. طيب هطلع فاصل وهوريهم لك بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. من الفاصل بنسوي دلوقتي في البرجر بتاعنا على نار هاديه او ادخله الفرن. ماشي. انا بحب بقى بصراحه لو هو تخين شويه بقى احطه في الفرن، رفنوع بسيبه ايه بسيبه على النار وافضل اقلب فيه كده كذا مره. بالراحه كده. ها
نطلع السائل اللي فيه، سؤال بيستوي خلاص او يكاد يكون استوى. تمام، تعالوا نعمل له بقى ايه كمان، كايزر صحي ومفيد وحاجات كتير قوي، يعني ايه كده حاجه ايه مليانه بالحبوب اللي هتخليكي برضو. طبعا اكلتيه برجر بقى، اكلتيه جبنه زي ما انت عايزه. هو ده خلاص استوى، نطلعه في طبق. طبقنا بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام. هو بس بياخد شويه صبر على النار، افضل اقلب فيه. الطريقه دي على فكره عايزين نبقى نرفعها قوي، نرفع البرجرايه واحنا بنسويها عشان هي ما شاء الله بتنفش، فنرفعها قوي وهي هتنفش لوحدها. تعالوا نعمل بقى ايه، نعمل الكايزر بتاعه اللي هو، وعملت حبه كده حطهم في الفريزر برضه جاهزين على استوى على طول. بالحبوب بقى، انا جايبه دي ابيض او دي ابيض على دي اسمر، يمكن احط لها اسمر برضه في العيش، ينفع في العيش الكايزر دقيق اسمر؟ ينفع في العيش الفينو دقيق اسمر؟ بس هو لازم معاه دي ابيض، يعني لازم يبقى شويه دي اسمر عشان هو ده اللي بيرفعه قوي. الدقيق الابيض عامل زي السمغ كده، بيرفع الحاجه قوي تمام، وبيمسكها وبيمسك كل المكونات في بعضها. الدقيق الاسمر هو بس الدقيق الاسمر بيبقى ايه، يقولك شويه دقيق اسمر بيبقى تقيل، بيتقلي الحاجه ماشي. فانا هجيب دلوقتي اهو شويه هضيفهم عليها، انا حتى مش عاملاهم في النسخه كده، انا عاملاهم بدي ابيض بس، بس يجوز ان انا احط لها دي اسمر، يجوز اللي هو الدقيق البلدي اللي بردته. اكمل بقى القيمه الغذائيه واظبط، وبحيث ان هو تبقي اخدتي اقل كميه. انا عايزه بقول يا اولاد اخدت الكميه القليله من الدقيق الابيض. طيب ايه مقاديره بقى، ايه مقاديره؟ دقيق 3 كوبايات، هتاخدي نصهم ابيض ونصهم بلدي ماشي، هتاخديهم كلهم ابيض ماشي. طيب تعالوا بقى للي حواليها، كميه الحبوب اللي دايما بنصحكم بيها تحطوها جوه العيش عشان تبقى مغذيه وصحيه، ولو كلتيها حاف من غير حاجه خالص هي حلوه. يعني لو كلتيها من غير ما تحطي جبنه جواها هي حلوه ومغذيه. بص كميه الحبوب اللي انا حاطه، انا لميت كل اللي عندي في المطبخ، عندي شوفان حطيت كوبايه مثلا او الكميه اللي انت عايزاها، عندي سمسم، ده العادي بقى بتاعنا، سمسم، حبه البركه، كمون، شمر، بذر الكتان، شويه لب بقى قرع لب اللي هو بتاع عباد الشمس، شويه شيا، شويه بس ده اللي عندي، ما كانش عندي حاجه ثانيه. اي عايزه سنه ينسون حطي الحبوب اللي عندك كلها، لميها من المطبخ، لو هتروحي العطار نقي من عنده شويات 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 شويات، بتخلي زي ما بقول لك كده اللقمه او العيش انا هاكله حاف انا اتغذيت خلاص. او الاولاد خدوها كده في ايديهم، حطي بقى جواها جبنه مثلثات، جواها جبنه بيضة لو عايزه تحدقيها يعني شويه، هي متكامله غذائيا تمام. وزيتون بقى، انا زودت لها كمان زيتون، لقيت شويه زيتون اسود كده عندي قطعته بحيث ادي حدوقيه للعيش، فده يشجعني اكتر ان انا ممكن اكل عيش حاف. يا سلام بقى لو احط جواه البرجر، لا حاجه تانية خالص، حطيت جواه حته جبنه ماشي، حته جبنه مثلثات، حته جبنه رومي، بس انت عندك من بره العيش في كل الكلام ده الحلو ده، وحط له معلقه عسل ابيض. طيب عايزه بقول اعجن فيها ممكن، وطلعت هنا بقى ال بتاع ده اهو بس السخن لسه طلعاه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا جماله، تمر وقهوه ريحته تجنن ما شاء الله. بص ازاي طري، انت تاكليها خلاص مش عايزه تعملي فنجان قهوه، خديها وانت ماشيه كده وخلاص.
بس كده. آه طبعا بقى عايزين جنبيها اي حاجات تانية، دي بقى اللي هي الايه الزيادات او اللي احنا عملنا العيش اهو، بس زي ما قلت لكم ممكن من غير برجر ولا من غير اي حاجه، بس انا قلت ايه اعمله جنبه كحاجه تنفع لوحدها وتنفع مع البرجر بتاعنا. انا عندي مايونيز، شويه زبادي، شويه كاتشب، شويه مستردة، بصل وطماطم والخس، تمام كده. بس هناخد بقى، انا بص حتى هنا هاخد ايه نص دي ده نصه كده ونصه اسمر تمام اللي بالرده بتاعته. وهاخد بقى دول كده يطلعوا 3 كوبايات، يطلعوا 3 كوبايات عشان تنفش معانا حلو، عشان الدقيق الاسمر بيبقى تقيل. هنيجي بقى اللبات، اي لب عندك، الكمون الحب، السمسم. بص لو احط كميات اقول لك ايه ينفع نحط منه كميات وايه ما ينفعش احط منه كميات، يعني في حاجات هنحط منها كميه كبيره عادي، وفي حاجات لا لازم معلقه مثلا زي حبه البركه ما تكتريش، هي معلقه كده ماشي. الشمر معلقه برده ما تكترش قش ناشفه. بذر الكتان ممكن نزود شويه، الشيا يعني برده ما تكتريش قوي، يعني معلقتين ممكن بس اخركم معلقتين. لا الشوفان ممكن ناخد حبه كتيره. لكل دوت معلقه كبيره خميره او معلقه وشويه ماشي، ورشه الملح، والزيتون ده اختياري يا يا لا، بس انا حبيت ان انا املح العيش بحيث ان انا اكله حاف عادي جدا مش محتاج حشوه. وعندي معلقه عسل ابيض، دي برضو بتخلي ايه العيش بتاعي هش وجميل. ماشي. وربع كوباية من الزيت، ومعلقة من السكر حتى صغيرة مش كبيرة ولا حاجة، وهنقلب ده كله كده مع بعضه وهناجم بالميه. برضو ممكن نحط معلقه لبن بودره او معلقتين لبن بودره، برضو بتخلي العجينه طعمها حلو وريحتها حلوه. يعني لو عندك لبن بودره حطي معلقتين، ما عندكيش مش مشكله، ممكن نحط ايه شويه من اللبن العادي على شويه من الميه. عندك لبن بودره حطي لبن بودره، واستخدمي الميه هي بقى اللي هتعجل لك كل الكلام ده. شوية دي ابيض ألمها بيها. كمية البذور بقى انت تحدديها زي ما انت عايزه ماشي. تبقى عجينه حلوه طريه طريه ومتماسكه مش بتلزق قوي. لميناها اهو، بدي ابيض بس كده كمان عشان ده اللي هيعمل لنا الايه انها ترفع معانا ويبقى طري حلو كده اهو. بس هي طريه زي ما هي بتلزق من جوه، انا رشلها بس دي من بره عشان ما تلزقش تمام. وبعدين وبعدين بس اخد ايديا من العجينه، هي عجينه سهله مش محتاجه عجان ولا حاجه خالص، هي بسيطه جدا. تعالوا بقى نشكل العجينه الخمران، هنسيب دي تخمر
بسم الله بسم الله. ماشي. طبعا اغطيها بلاستيك كده عشان ايه تخمر حلو والوش ما ينشفش. تمام. ترجع مكانك. شاكرين جدا. وادي العجينه الخمرانه. هنعمل ايه؟ بسم الله. نقول بسم الله. وتعالوا نجيب الصينيه. الحجم بقى حاولي يكون قد البرجرايه مثلا، او طبعا الحجم اللي انت عايزاه لو مش هتعمليه البرجر ده، ممكن دي وصفه لوحدها خالص يعني. هناخد بقى كده كده. تمام. جمع. نحاول نقطعها حسب الحجم اللي احنا عايزينه. عايزينها كبيرة، عايزينها صغيرة، متوسطة. الكايزر من انواع العيش الحلو قوي اللي تنفع في اي حتة بقى، يعني جميلة بصراحة. وكمان لما نكون عاملينها محشية كده، محشيه بالحبوب والزيتون وكل الكلام ده، تبقى فظيعه صراحه. اسهل تكوير كايزر. ميني كايزر، حته ميني كايزر. نعملها زي البقجه. وتعالوا بقى ايه، لازم تكوروها عشان ايه نظبط شكلها اهو. لازم نسيبها تخمر تاني، لازم نسيبها تخمر تاني. تمام. بس كده. هطلع بقى فاصل واشوفكوا بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. انا هحط لكم بس ايه برجرايه كده ونعمل باقي سندوتشات. انا هنا هحط حمره من جوه كده من البنجر. تمام. عشان ايه ما تقلقوش، هي مستويه تماما. بس انا حبيت اوريكم شكلها ايه عشان ما تتخضوش لما تشوفوها. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي جوه ايه، اللي جوه جوه السندوتشات. انا هاخد هنا شويه كاتشب. مايونيز. زبادي. اكتر شويه منهم. ومستردة. اقل حاجه. ده كله يبقى مع بعضه كده. ده بقى كل السندوتشات. ادي العيش بتاعنا اهو. هناخد شويه من الخلطه دي هنا كده وشويه هنا، كله على بعضه. ده اللي هيدينا الطعم المميز ليها. تمام. تعالي تعالي تعالي. ادي كده الايه، وده الوش. نسهل الدنيا خالص كده. طيب تعالوا احنا بنعمل السندوتشات كده. انا هحط بس هقطع لها بقى ايه الخس. ده انت الوش ودي الارضية. عندنا كام واحد؟ اربعة. ماشي اربعة. احنا سوينا اربعة. ماشي. بصوا عامل ازاي. هشاشانه جميل جدا اهو. اوكي. تعالوا ناخد بقى ايه الخس. مش عندك ناحيتك عشان نقطة نقطة. تعالوا نراجع. هناخد بس خصية كده. انا جايبه لها خس كابوتشا، وجايبه ايه طماطم وبصل. ما احنا بقى احنا عايزين نعمل اكلات
الاولاد ياكلوها يبقى ايه يعني تقوي الذاكره بقى تقوي المناعه، داخلين على شتاء وعندنا مذاكره وعايزين نركز، فالاكل نهتم بتفاصيله قوي، يعني اهتم بتفاصيل الاكل غير الصيف على فكره. يعني الصيف حلو كل حاجه، بس يعني احنا محتاجين كله محتاجين فيه غذاء، ولكن الدراسه بتبقى لا عايزين تركيز اكتر. ده ماشي بربرايه بصل. احنا عملنا ايه مع بعض بقى النهارده؟ الرز اللي بالحمص، الرز ده مش بعدس، ده بحمص. انتوا واخدين طبعا على الايه، على الكشري والعدس، ده حمص طبيخ، حمص طبيخ هتجيبيه وهنستعمله. تمام، احنا هتجيبيه ونسلقه زي ما سلقناه الاول نص سلقه، وبعدين عملنا ايه، وبعدين خدنا بصلايه حمرناها شويه. اوكي، حط السندوتشات، وحطينا عليها العدس اللي اتسلق نص سلقه كده. خلاويص كده، خلاويص حطي بقى فيها ممكن او تخله ولا حاجه عشان يمسكها، عشان الطبقات كبيره ما شاء الله بتاعت ممكن نعمل كده. البرجر، البرجر اللي بالبنجر عملت شويه عشان اخزنهم اهم، ماشي، وشويه هروح ايه حطاهم سويتهم، دي اللي هتتشال في الفريزر اللي بالبنجر. شوفوا الاعاده علشان تشوفوا ايه الطريقه بتاعتها، عشان هي ليها طريقه كده، مش هنقعد احكيها لكم برده ممكن انسى حاجه منها. ممكن دي كده ناقص نص، اريال والعيش اللي عملناه مع بعض، احنا عملنا عيش وجمعناه بالايه، جمعناه بالحبوب، الحبوب دي كلها حاجات مغذيه جدا، واي حبوب متوفره عندك، اي حبوب متوفره عندك هنستعملها، او تروحي تشتريها حبات صغيره حبات صغيره، وهنعمل بيها ايه العيش بتاعنا. تمام، بس انا بحط بقى ايه شويه بطس كده بس في ده الكب كيك اللي بالتمر والقهوه، القهوه سريعه الذوبان. تمام، احنا هنا كده ايه عشان تظبطوا القريه بس لما تاكلوا تمام بس كفايه كده. ده كده عملناها زي الكيكه العاديه خالص، بس ايه عملتها بالقهوه والتمر. طبعا حبيت تزودي اي حاجه تانية ممكن تزوديها براحتك خالص، زودي بقى زبيب، زودي اي سوداني، سمسم، كل حاجه ممكن تزوديها براحتك. بس كده، ونحط العيش ده هنا برده كده عشان ايه، ده اللي ما عملناهوش، ومفتوح كده تشوفوه وتشوفوا الحبوب اللي جواه. و بطاطس، شط بطاطس اريال اللي انا عاملاه ده اريال التلفزيون. كده ايه رايك؟ طماطمايه بقى بطاطسايه، بس عشان الغش كبير قوي عايزه تمسك بحاجه. بس كده، كده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. عملنا مع بعض العيش اللي بالحمص، حط شويه بقص جنبها كده عشان هي لايقه جدا معاها. عملنا العيش اللي بالحمص، الرز اللي بالحمص، عملنا رز بالحمص، ده اكله متكامله زي ما قلت لكم، بديل اللحمه. عملنا كب كيك بالتمر والقهوه، عملنا البرجر اللي بالبنجر والبصل، وعملنا كمان العيش الكايزر اللي بالحبوب. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده من على قد الايد نجلاء الشرشاني. يلا